عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كما عودناكم دائما الجديد. بالنسبة لنشوف اليوم الانستلاسيون ديال تاسمين برو افيك دي ليكتور هاد ليكارت، كما كنشوفو انه كنجي فيه معايا موطور تروطاسيون افيك اون كارت الكترونيك. اول امر اننا كنبداو نستعملو فريك ليكتور هادو ديال ليكتور ديال لي كارت، يعني في لي بوزيسيون ديالهم. بنفس الطريقة كنقومو بإدخال ليكتور الآخر شير أخرى. إلا كيكون عندنا الكابل قصير كنحاولو أننا نديرو كابلي طويل شوية، كنشدو شي بارت ديال الكابل ديال الريزو ولا السوبل ولا ريجيد، يكونو فيه ربعة ديال لي فيل. وكان كيكون عندنا أصلا ربعة ديال الألوان، كيكون فيه هو ستة ليكتور، كيكونو فيه ستة ديال الألوان، حنا غنحتاجو فيه غير ربعة. ديما كنخدمو كنديرو كل لون مع اللي معاه، بحال اللي درنا احمر مع الاورانج، كنديرو الكحل مع القهوي، والخضر مع الخضر، والزرق مع الابيض. من بعد كنحاولو نوصلو الكابل للجهة الاخرى اللي فيها الكارت الكترونيك، بعد ما كنتاكدوا اننا زيرنا داك ليكتور باش ما يبقاش يتحرك من بلاصتو. من بعد كنحلو لي فيس هادو باش نثبتو ان كارت الكترونيك اللي كتكون هي كارت دو كوموند.
كنفتحو كوفر اللي كنسخو فيها لي كارت باش ندوزو الكابل ديالنا بطريقه سهله. لي كابل جوج كيكون عندنا دو لي دو بور ديال لي ريدر هما ديال لي ليكتور كنكونيكتيهم فيهم كل لون على حسب الكوموند ديال. بالنسبه لنا عندنا جوج ديال لي ليكتور كنديرو كل ليكتور كنديرو في البلاصه ديالو راه باينين البلايص ديالو في الريدر ا والريدر كات. وبالنسبه للسورتي ديال الكوموند كيكون فيها جوج ان او اول كوما و ان اول كوما. ندوزو من لاكارت برانسيبال اللي كتجي في التورنيكي
وبهكذا غنكونوا ان كملنا الانستالاسيون ديالنا بطريقه صحيحه كما كتشوفوا. حنا نشوف غنحط لكم لي شيما في لافان دي فيديو. درجة أخرى درجة أخرى